بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعي يوميات أسرة بسيطة في عروض عبايات عيد الأم. تعالوا بقى اتفرجوا النهاردة عم أبو محمد عامل لكم أحلى عروض، ولا بقى العباية القمر الترند دي. تعالوا نتفرج عليها ونعرف الأسعار. النهاردة عندنا مهرجان 125، تعالوا اتفرجوا على الشياكة ولا الكارديجان الصيفي ده، حاجة كده آخر جمال. هندخل نتفرج، ادعوا لنا دعوة حلوة واعملوا لايكات كتير وشير. وعلى فكرة المكان في شحن، بيشحن في أي مكان. ندخل بقى ونبتدي على بركة الله. النهاردة طبعا احنا من سينيوريتا علشان نجيب لكم أحلى عبايات لأحلى ست الكل في الدنيا. تعالوا بقى نتفرج. طبعا احنا موجودين في كارفور سيوف يا جماعة، ده كارفور سيوف موجود في اسكندرية، شارع مصطفى كامل، منطقة سيوف، تمام. هتدخلي كده من الباب هتلاقي بيتك، هو جنبه على طول، في الوش على طول. تعالوا بقى نشوف الموديلات الجديدة ونبتدي على بركة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا عم محمد، عامل ايه؟ الله يسعد صباحكم، ان شاء الله نهاركم مبارك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نبتدي بقى الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف العروض الجامدة من سينيوريتا بإذن الله. بإذن الله. عندي عروض النهاردة. أيوة، نبدأ بالصلاة على النبي. 125. يلا أول عروض. أول حاجة يا جماعة 125، تمام. أدي أول موديل أهو، بصوا أفرجه لكم برضو، تمام. الله ينور. تاني حاجة بصوا بقى الشياكة، ونزل من تحت كده للعرس، بيفتح من تحت. المقاسات فيه قد ايه بقى ال 125؟ ال 125 يعني للإكس لارج. تمام، الله ينور عليك، ماشي. يا نهار ابيض على الالوان، بصوا يا جماعة الالوان دي، الله ينور. هو ده الكلام. بص الفوشيا بقى، كله. بصوا بقى الشكل ده، وريه لكم كده، بصوا من تحت، بصوا الجمال بتاعه، الله ينور. اللي بيحب الزهري كتير بيحبوا اللون الزهري، بينطق كده في اللبس. ايوه احنا بنقول عليه كده زهري. بصوا يا جماعه الزيتي بقى، بصوا بقى عبايات عيد الام وجمالها. ده في شداد، ده في الحزام الشداد، تمام، الله ينور. ده انا عرض 125. تمام. بنيات 125. 105 على فكره، بس ده كبير، ده مقاسه كبير، ده حلو ده. يعني مقاسات بتبقى الاكس لارج. تمام، حلو قوي. 2 3 اكس مفيش. ايوه يعني 8 كيلو. دلوقتي بقى خلصنا ابو 125. طبعا في موديلات ثانيه من 125 يا عم محمد. ده بقى اللي داخلين عليه ب 150. ده احنا بدأناها كده، ده نص كم. طبعا الوان مشفره. ايوه الله، ومن قدام ورينا تاني يا عم محمد لو سمحت. ايوه بصوا يا جماعه، على الموضه خالص، ينفع دريس والله، تمام. زي ما قلنا زيتي وكحلي واحمر من اللون ده، ده ب 150. ايوه حلو قوي. ايوه الاصفر بقى، شوفي الاصفر. احنا واخده واحده تشبه لها كده، هي مقاسها حلوه. دي مقاسها مريح. مية وخمسين. يلبس مثلا لاتنين اكس، يعني 150 في لغاية 2 اكس. الله ينور. 110 كيلو كده. بصوا يا جماعة دي بقى الملونة دي، الله، بصوا الالوان بتاعتها، الناس اللي بتحب بقى الوان البهجة دي المبهجة. 150 جنيه، وادي من ورا اهي، تمام، الله ينور. طبعا مش يعني محتاجين نقول لحضراتكم لازم السكرين شوت عشان اما تيجي تلاقي الحاجة. اهم حاجة عندي انا من فوق البيت موجود، تمام، فانت بتريحيني وبتريحي حالك. الله ينور عليك. ايه القمر بقى دي؟ جميله ما شاء الله، الله ينور عليك. بصوا يا جماعه النهارده، ايوه في تحدي النهارده، عم ابو محمد بيتحدى النهارده. الله ينور. ده مقاس واحد، واسع، حلوه قوي، جميله دي. حلو قوي. بصوا بقى ده بقى، بصوا يا جماعه الصيفي الجميل ده، العسل ده، العسل، الله ينور، للبحر، للاستقبال، تمشي بقى بالمصيف فيه كده اخر روح، او من غير مصيف، جميل، الله ينور عليك. وطبعا الخامات مش هنتكلم عليها، بصوا يا جماعه، نعم، لا والله العظيم جميله. خامة جميلة. الالوان الحلوه بقى، بصوا يا جماعه، ده فستان، ده كده دريس. بصوا الجمال،
دي حزام، ده طبعا في منه الوان كتير. بصوا بقى مش كتير قوي ماشي. بصوا يا حبايبي، ده نص، ده تلت كم، ده داخلين على صيف بقى وكده وعايزين بقى ايه، تلتين كم. ايوه الله ينور. اللي بيحب المشجر موجود. بصوا بقى مقاساته جميله، ده اللي ماسكه انت يا عم محمد، ده حلو سعره يعني، مقاسه شكله حلو، مقاسه حلو. هذا بصوا يا جماعه هوريه لهم، بس في جبير من هنا من عند الصدر، تفاصيله حلوه على فكره، ولا القماشه جميله، فسكوس جميل. ايوه الله ينور. ندخل بقى على الحاجه اللي هي ايه، الشياكه بقى. بص 150، احنا لسه في 150، كذا شكل وكذا لون. الشداد اهو تمام، الله ينور. بصوا يا جماعه بصوا الحاجات بقى تحفه فعلا، ده كده زي مكتوب عليه كده حاجات عربي كده جميله، احرف عربيه. شياكه قوي يا جماعه. بصوا العبايه دي خطيره خطيره. ايوه طبعا داخلين على عيد وعلى رمضان وعيد الام لازم نجيب. بصوا يا جماعه دي بقى يا نهار ابيض، الله يعني. لا عندي العرض 190. تمام طبعا صحيح 190، بس هي 250 يعني. ايوه اصلها 250. حلوه قوي. يلا العرض اللي داخلين عليه ده يا بنات 190. بصوا بقى الله يا نهار ابيض، ايه البنات الحلوه اللي مرسومين عليها دي، امارات بصراحه الله اكبر. بصوا يا جماعه بصوا الجمال. طبعا الوان فيه يا سيدي، يا سيدي على الجمال. الوان موجوده ده بقى المقاسات بتاعته موجوده. حلوه قوي تمام الله ينور. ده زي فستان. بصوا يا جماعه ده الله. فعلا بصوا نزلت من تحت ازاي، حلوه قوي الله ينور. كل مقاساته حلوه تمام. يعني ده مقاس واحد ولا اتنين؟ ده اتنين. ده اتنين لغايه 120 كيلو. الله ينور. الله استنى يا عم ابو محمد، استنى يا عم ابو محمد بقى. انا والله خايف عليك. لا والله انا مش قادره على كده. ايه الجمال ده، بس تحفه، ولا اللون تجنن تجنن. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الله ينور. بصوا يا جماعه بتاع الخضره اللي هناك دي ما تسيبوهاش، تحفه. بصوا يا جماعه ده زي دريس برضو، الناس اللي بتحب الحاجات المشجره تمام. ايوه وبرضو الخامه، الخامه طبعا مش هنتكلم بقى، الناس مجربينكم يا عم. ايوه في طبعا الوان موجوده. ايوه بصوا يا جماعه دي عصافير، احنا مش حارمينكم من حاجه، عصافير وحاجات حلوه. بصوا الجمال، بصوا نازله ازاي بقى، الله ينور. للعروس اللي جاي دي، لمامه العروس. ايوه لحمد العروس. يلا واللي بيحب فلسطين. ايوه الله. بصوا بقى دي تحفه، دي مش موجوده الا عند هنا سينيوريتا. شغله جديده. ايوه شغله جديده، احنا نقدر عليكم. استنى كده يا عم محمد، شايفين الشياكه بقى الستايل ده، ايه الشياكه؟ طبعا في منه هو لونين يا عم محمد، الاسود والاحمر، مقاساته بقى موجوده. الله ينور عليك تحفه. هذا مع هيك. ايوه ده طبعا له حزام هذا. ايوه الحقي بقى اجيب لك في العروض الحلوه دي كام عبايه كده للصيف والمصيف. الله ينور. بصوا يا سيدي على الحزام ودلعه يا سيدي. بصوا يا جماعه بس ده بيبقى في اللبس روعه، خطير، القصه دي تحفه. بصوا بنات عسل عسل. بصوا يا جماعه ايوه ده ميكس بقى لونين في بعض. يا سيدي طبعا الوان في الوان. بصوا من تحت عامل ازاي، لا متكلف، عايزه اوريكم. ايوه بصوا الجمال، كلاسيكي ناعم وشياكه قوي. حلو بصي عليها خامه وتطريز وشياكه. عبايده منور الدنيا. بصوا يا جماعه بصوا الجمال والشياكه، الله ينور. تلت كم اهو. وعلى فكره كل واحد له ميزه بالتطريز.
مو يعني كل قطعة لها روحها الخاصة. فعلا كل قطعة حكاية. الوان موجودة. الله ينور. بصوا يا جماعة، بصوا الشياكة. ايه يا عم محمد، ده يا عم محمد انتوا ناوي تعملوا فينا ايه؟ خلية الصيف. يلا بصوا الشياكة تحفة برضو دي. الله ينور عليك يا سيدي. بصوا من ورا جميلة. بصوا يا جماعة دي كمان الموديل القمر ده حلو. ماشي عشان لابس القمر دي يا سيدي. على اللي جاي بقى بصوا كمان. شوف البقلاوة. بقلاوة. البقلاوة السوداء. الله. جميلة. جميل. اسمها البقلاوة السوري؟ ديك البقلاوة. الموديل ده شبه البقلاوة صح؟ البقلاوة. ايوه تمام. بصوا يا جماعة. ده برضو زي دريس كده. الله ينور. حلو. بصوا الجمال. اخر جمال ده ينفع ست الحبايب، ده تحفة. الله ينور. ايوه. كريم شوف ليه؟ لانه انا ما راح اقدر اعرض لك ال 200 موديل. صح. واللي بده يجي لعندي ياخذ له قطعتين ثلاثة كمان 200 قطعة صعبة. تمام. تريحني بتاخذ وتريحي كمان نفسك، تجيبي الحاجة بسرعة عشان تنجزي. تعالوا بقى نشوف الزهري برضو وجماله اللي ما بيبطلش. بصوا بقى يا جماعة. تعالى اوريه لكم برضو رسمة الدريس كده من تحت. الله ينور. الله ينور. ايوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بقى. بصوا بقى، بصوا الدلع. يا سيدي على الشياكه. ايوه جميل قوي يا جماعه. فستان صح. ايوه. الله الله ينور. جميل. حلوه. طبعا هذا في الوان منه. تمام. حلو قوي. وهذا الكم اللي بيحب الاستيك. تمام. في استيك اهو الكم. تمام. الله. بصي ده. لا النهارده عم محمد بيتحدى الكل بقى، مش هنتكلم بقى. بصوا بقى، بصوا القطعه دي بقى. دي بقى بتيجي بتخلص على طول يا جماعه. صح. الحمد لله ما شاء الله. فضل من الله. الله اكبر. صح. كل الوانها موجوده. بصوا يا جماعه ده برضو حاجه كده كلاسيكي. والكم كمان شكله مختلف. تمام. الله ينور. ايوه. بصوا يا جماعه الجمال حلو قوي ده. كل اللي احنا شفناه دلوقتي في عرض ال190. دي اخر قطعه من عرض ال190. لسه في ياما، لسه في حاجات كتير طبعا. الله ينور. ايوه. ماشي. بصوا ده جمالها يا جماعه. ايه ده، ده بيتكلم يعني، العبايه دي بتتكلم كده. الله ينور. مقاس حلو ومريح. الله ينور عليك. بصوا يا جماعه تحفه معماريه. تمام. الله ينور. 190 برضو. 190. ده جميل قوي. ده ما فيهوش اي حاجه. ايوه بس حاجه شياكه. عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، بصوا الشياكه بقى والجمال. الله ينور. حلو قوي ده برضو. ايوه. بصوا يا جماعه دي تورته دي ولا ايه اللي عليه؟ عارفين نظام النوبه يعني، يشبه كده الستايل ده. الحاجه بتبقى جميله قوي. الله ينور. عروسة. ايوه. بصوا ده بقى الفسكوز اللي هو المشجر ده برضو على المانيكان اهو، طبعا تحفه. في استك من عند الويست زي ما احنا شايفين. هنشوف بقى دلوقتي ايه الاشكال بتاعته. ده في اشكال تانية. بصوا يا جماعه اللي شبه الصعقه ده، يعني هو يشبه بس هو حاجه تانية. بس بصوا الجمال ده، حلو قوي بقى. على فكره الكاميرا ظلمه في الحقيقه احلى. جميل. وليجي بين كمان. ده الله ينور. ده برضو 190 جبين من عند الصدر. بصوا يا جماعة اهو. ده مارينز. مارينز. مارين. المارينز. بصوا بقى. بصوا المخطط ده. يبقى حلو قوي مع القصيرين برضو، يطول شوية. جميل يا عم محمد. اللون الاخضر النهاردة مكتسح. بجد يا جماعة اللون يجنن النهاردة. مقاس كبير. خامة عادي. صح. شوف الكم. ادي الكم بتاعها. حاجة كده شياكة بصراحة يعني. حاجات متوفرة الألوان. الله ينور. تمام. الشيفونات بتاعت العرايس. عارفاني. ايوه. ايوه. الشيفون معروفة. حلو قوي. ألوانه موجودة. تحفة. ايوه.
ألوانه تحفة، في الزيتي، في الأحمر، في الأوف وايت، حلو قوي. بصوا بقى ده بقى عامل زي الكارديجان كده الصيفي. بصوا يا جماعة ده لو يا سلام في الصيف بقى هتبقي حاجة مميزة فيك. الشياكة دي أيوة تلات ألوان، المقاسات الزيتي والأبيض. والمقاسات يا عم أبو محمد، المقاسات بيلبس، هو فري سايز، هو وان سايز ولا فري سايز؟ فري سايز بس بيلبس، يعني بيلبس تمام. أغلب المقاسات حلوة أوي بصراحة، جميل. ده كبير مقاسه، أيوة كام بالربط كام؟ تمام الله ينور. ده بكام ده؟ 190 تمام حلو. والعبايات الشيفون اللي قلنا عليها دي بكام؟ 750 بتاعت العرايس. تمام ايوه، شغل عالي وشغل عالي 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 الله ينور. في عندي موديلات بس حاجتك تعبتي، انا شايفه. لا لا عادي. في عندي موديلات تانية ايوه، وعندي شغلات ما انعرضت كتير بس مشان الوقت ما نطول عليكم. تمام، اللي عجبه اي موديل سكرين شوت. الله يرضى عليك، الله ينور عليك. العنوان وين؟ احنا دلوقتي فين؟ في اسكندريه، كارفور سيوف، محل سينيوريتا يعني. والفرع الثاني في الفرع الثاني في سموحه، شارع السوبر جيت القديم قدام القلعه الاسلاميه. اطفال الله كل عام وانتم بخير. انت طيب يا عم محمد، ومناسبه عيد الام كمان. ايوه وحضرتك بخير، شاكرين، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش لايك واشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.